البقاء لله، ننشر تفاصيل وفاة زوجة ثعلب المخابرات العامة المصرية، ننشر التفاصيل لكل المصريين. وعاجل موقف محرج خلال صلاة جنازة الإعلامي وائل الإبراشي، ننشر التفاصيل. وكارثة عند سد النهضة تهدد بوجود دولة السودان، ننشر أيضا التفاصيل. والجيش الروسي هيعمل مناورات في سنة 2022 الحالية مع الجيش المصري، بننشر التفاصيل. وعاجل جدا السلطات المصرية تتخذ إجراء جديد بسبب قضية محمد الأمين وبنته بتعلق. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل لألف أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر يعني محزن معانا والبقاء لله، ننشر تفاصيل وفاة زوجة ثعلب المخابرات العامة المصرية. وأعلن عبد الحميد أحمد حمدي زوج بنت اللواء الراحل عمر سليمان رئيس المخابرات العامة المصرية الأسبق نائب رئيس الجمهورية السابق وفاة والدة زوجته. وقال حمدي في منشور له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: توفيت اليوم، حرم اللواء عمر سليمان حماتي ربنا يرحمها، الصلاة عليها غدا بعد صلاة الظهر بمسجد الشرطة التجمع الخامس جنب كايرو فيستيفال. وأضاف: أدعو لها، سيدة طيبة متواضعة عاشت لبيتها وأسرتها. من ناحية أخرى أكد فرج أباظة زوج بنت المتوفى الآخر في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إن لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله جدة أولادي السيدة المحترمة ليلى يوسف عبد الغفار، حرم المغفور له اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق. وأضاف أن الجنازة يعني هتكون اليوم الثلاثاء بمسجد الشرطة في التجمع الخامس، وسيقتصر العزاء على صلاة الجنازة فقط. المصدر معانا كان من صحيفة مصاوي، ربنا يرحمها ويغفر لها إن شاء الله، ويرحم ويغفر للواء عمر سليمان ثعلب المخابرات العامة المصرية. ومواقفه كتير ويعني محترمة ونقدرها كلنا، ربنا يرحمه ويغفر له إن شاء الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل موقف محرج خلال صلاة جنازة الإعلامي وائل الإبراشي. وألقى المواطنون في مصر أثناء الصلاة على جثمان الإعلامي الراحل وائل الإبراشي القبض على لص قام بسرقة المصلين. من جانبه شن أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر مبروك عطية هجوما حادا على المتهم بسرقة المصلين في جنازة الإعلام وائل الإبراشي التي أقيمت أمس في مسقط رأسه بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، واصفا السارق بأن قلبه مات. وقال في فيديو بثه على قناته على يوتيوب: ضبطوا حرامي بيسرق الفلوس من جواكت المصلين على وائل الإبراشي، الناس قلعت الجاكيت وبتتوضى استعدادا لصلاة الجنازة، والمتعوس على شبابه بيقلب جواكت الناس ويسرق وضبطوه. في ناس ممكن تكون بتتوضى صلاة الجنازة وهو لا يصلي الفرض إلا قليلا، وفي ناس عمرها ما صلت صلاة الجنازة، ناس معيوبة كتير. لكن العيب لما يبقى أوفر لم يعد الموت واعظا. وواصل عطية هجومه على المتهم بسرقة المصلين في جنازة الإعلام وائل الإبراشي، قال: ملوش غير تفسير واحد، اللي داخل يسرق في جنازة معناه قلبه مات، لا موت يوعظه ولا خطبة جمعة توعظه، ربنا قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لا يتذكر بهذا ولا يدرك قرب الله لأن ليس له قلب. وقد كسروا في زماننا، بكل هدوء تقدر توصفه بأنه زمن البأ وليس القلب. وتابع: من زمان ربنا نبهنا إلى المنافقين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، احترسوا واجتهدوا في تزكية قلوب أولادكم وبناتكم واعملوا لهم مستقبل،
لا تنطق الكلمة إلا إذا كنت تحسها. أعلم أن الله يسمعك وهو محاسبك. المصدر معانا كان من الوطن، وهذا كان يعني تعليق الشيخ مبروك عطية على يعني الموقف المحرج الذي حدث في صلاة جنازة الإعلامي وائل الإبراشي، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وفي منتهى الأهمية، وكارثة عند سد النهضة تهدد بوجود دولة السودان من الأساس. ونشرت عضو الجمعية الجغرافية المصرية هايدي فاروق صورا على صفحتها على فيسبوك، قالت إنها التقطت عبر الأقمار الصناعية، وتظهر تسرب كميات ضخمة من المياه أسفل سد النهضة. وقالت فاروق إنها راجعت هذه الصور مع ثلاثة متخصصين، أشاروا إلى أنها تؤكد وجود ظاهرة تسرب للمياه، وأن هذه الظاهرة تخلق فيها المياه ذات الضغط العالي بالبحيرة قنوات تحت الأرض للتسرب إلى مجرى النهر في اتجاه سد روسيرس بالسودان. وأضاف أن الصور التي رصدتها تؤكد وجود فوالق عدة تحت البنيان الخرساني لسد النهضة، كافية لمرور كميات ضخمة من المياه في اتجاه مجرى النهر أو في اتجاه طبقات المياه الجوفية. أضافت أن هذا التسريب يشكل خطورة على أمان سد النهضة ويزيد من فرص انهياره. وأشارت فاروق إلى أنها حصلت على الصور من خلال قمر صناعي صيني متخصص في رصد أعماق البحار ومواقع المخاطر والمياه عموما. في المقابل شكك مختصون في مجال الاستشعار عن بعد في قدرة الأقمار الصناعية التقليدية على رصد التسرب تحت سطح الأرض. وقال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي إن تسرب مياه البحيرات الطبيعية والصناعية ومنها الناشئة عن إقامة السدود أمر طبيعي، وأن كمية المياه المتسربة تختلف من موقع إلى آخر. وبالتطبيق على حالة سد النهضة، قال شراقي إن حدوث تسريب بموقع بحيرة تخزين سد النهضة أمر متوقع نظرا لوجود تشققات في باطن الأرض، لكن حجم وكمية هذه التشققات والمياه المتسربة إليها غير معلوم، ويصعب التعرف عليها بالأقمار الصناعية التي تتعامل عادة مع سطح الأرض. المصدر معانا كان من صحيفة الشروق المصرية، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. طبعا يعني عاوز أقول لحضراتكم إن التسرب اللي بيحصل تحت سد النهضة ده كارثي. يعني لو فعلا زي ما الدكتورة أو عضو الجمعية الجغرافية المصرية هايدي فاروق قالت إن التسريب اللي تحت سد النهضة ده يعني شيء كارثي، سد النهضة متخيلين إن يكون في تسريب مائي تحت هذا السد، والسد يعني شبه عايم على المية، ده طبعا يؤدي بكل بساطة ليه يعني انهيار سد النهضة بكل بساطة. وإن شاء الله ربنا يستر على دولة السودان والأمر ده ما يحصلش. لذلك يعني مصر الآن تطالب باتفاقية لملء وتشغيل سد النهضة، وليس اتفاقية يعني تقسيم حصص. ففي فرق واضح ما بين يعني أمان السد والحصص المتوزعة على الدول. وأترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل الجيش الروسي هيقوم بعمل مراورات عام 2022 مع الجيش المصري، وستقوم في الخريف المقبل سلسلة من المراورات العسكرية بمشاركة العسكريين الروس والهنود والجزائريين والباكستانيين والمصريين. صرح بذلك ناطق باسم المنطقة العسكرية الجنوبية في الجيش الروسي، وقال إن المنطقة العسكرية الجنوبية في الجيش الروسي ستشهد الخريف المقبل إجراء مناورات أندرا 2022 الروسية الهندية، التي ستشارك فيها في سبتمبر المقبل وحدات القوات البرية الروسية والهندية التي يتدرب أفرادها على تنفيذ المهام التدريبية في مدينة برودبوي في محافظة فلوغوغراد الروسية. إما البحارة الروس والهنود فسيتدربون على تنفيذ المهام البحرية في البحر الأسود. وسيزور أفراد المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية في أكتوبر المقبل جمهورية باكستان الإسلامية، حيث ستقوم مناورات الصداقة 2022 العسكرية. بالنسبة لمصر، الأخصائيون في الدفاع الجوي الروسي فيستعدون حاليا لإجراء المناورات العسكرية الروسية المصرية المشتركة سهم الصداقة 2022 في جمهورية مصر العربية. إما البحارة الروس والمصريون فسيشاركون في المناورات العسكرية التي تجرى في البحر الأسود فيما يتعلق ببحر قزوين،
فستجرى فيه المناورات البحرية الروسية كازاخية. وأضاف الناطق إن عسكريي المنطقة العسكرية الجنوبية للجيش الروسي سيزورون في أغسطس المقبل الجزائر، حيث سيشاركون في المناورات التكتيكية الروسية الجزائرية المشتركة. وسيقوم البحارة من أسطول البحر الأسود الروسي مع زملائهم الجزائريين مناورات بحرية في البحر الأبيض المتوسط. المصدر معانا كان من صحيفة تاس، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وفي مفاجأة محمد صلاح بيكشف عن سبب بكائه مرتين. كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن بكائه مرتين قبل مباراة منتخب بلاده الأولى في كأس العالم روسيا 2018 أمام منتخب الأوروغواي. وخلال حوار أجراه صلاح البالغ 29 سنة في مجلة جي كيو بنسختها البريطانية، أشار نجم الريدز إلى أن عدم مشاركته بالمباراة الأولى بالمونديال مع منتخب الفراعنة أثر عليه نفسيا، قائلا: بكيت في حافلة المنتخب ثم ذهبت إلى المرحاض وبكيت هناك قبل المباراة أمام الأوروغواي لأنني لم أستطع اللعب. وتعرض صلاح لإصابة بالكتف في نهاية دوري أبطال أوروبا عام 2018 بعد تدخل عنيف من راموس مدافع ريال مدريد حينها، أجبرت النجم المصري الخروج من أرضية الملعب باكيا وحرمته متابعة المباراة النهائية لدوري الأبطال، كما تسببت بغيابه عن أولى مباريات الفراعنة في مونديال روسيا. صلاح قال في حديثه للمجلة البريطانية: أريد التأهل إلى كأس العالم مرة أخرى والفوز بأمم إفريقيا مع مصر. ونشرت مجلة جي كيو أمس الثلاثاء صورا لصلاح على غلاف عددها لشهر فبراير تحت عنوان: كيف أصبح مو صلاح ملك كرة القدم، بالإضافة لفيديو للنجم المصري أثناء التصوير. المصدر معانا كان من بعض الوكالات، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ومحمد صلاح بيكشف لنا يعني عن سبب بكائه لمرتين، طبعا زي ما حضراتكم عارفين بسبب الإصابة اللي تعرض بيها، وبسبب انه يعني معرفش انه يشارك مع منتخب مصر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل جدا السلطات المصرية تتخذ إجراء جديدا بسبب قضية محمد الأمين وابنته بتعلق. قررت وزارة التضامن المصرية وقف منح التراخيص لدور الأيتام لمدة عام واحد تبدأ من 16 يناير، ونشر القرار صباح اليوم الاثنين بالجريدة الرسمية. ويأتي ذلك على خلفية ما حدث بدار أيتام الأيدي الأمينة، حيث قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح التجمع الخامس تجديد حبس المتهم محمد الأمين 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الإتجار بالبشر والتعامل في أشخاص طبيعية، وهن فتيات مجني عليهن من نزيلات دار الأيتام المملوكة له ببني سويف، وذلك باستغلال ضعفهن بقصد التعدي عليهن وتحريض أخرى على ارتكاب هذا الفعل، وكذلك تعدى عليهن حال كونه ممن له سلطة عليهن وتعريضهن بذلك للخطر. على إثر ذلك قدمت منى الأمين ابنة رجل الأعمال المحبوس محمد الأمين الدعم لوالدها، داعي الله أن يجعل الأعمال الخيرية التي كان يقدمها محمد الأمين في ميزان حسناته وأن يمر من هذه الأزمة بسلام. مصدر معانا كان من أرتي. وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا اي بي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بنفس الاسم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.